سطر الأوامر، بعض الأساسيات. سنتعرف في هذا الشرح على بعض الأساسيات الخاصة بسطر الأوامر، وهي موجودة في هذه الصفحة، والآن سنتعرف عليها بالتفصيل. في البداية سنتعرف على موجه الأوامر أو Command Prompt. فعند تشغيلنا لشاشة التيرمينال يظهر لنا هذا الشكل في يسار الشاشة، وهو يسمى بموجه الأوامر أو Command Prompt. والمعلومات التي تظهر بشكل افتراضي هي بداية اسم المستخدم، ثم الإشارة at، ثم بعد ذلك اسم جهاز الحاسوب أو host name. بعد ذلك يظهر المجلد أو المسار الحالي، وفي حال ظهور هذه الإشارة فهذا يعني وجود المستخدم في المجلد الخاص به أو الهوم فولدر. بعد ذلك تظهر إشارة S$، وهذا يعني أن المستخدم هو مستخدم عادي وليس روت يوزر. بالطبع بالإمكان تغيير هذه المعلومات التي تظهر في موجه الأوامر، وبالإمكان تغيير الألوان الخاصة به، وسنتعرف على ذلك في شروحات لاحقة إن شاء الله. الآن لو قمت بالدخول إلى الحساب الخاص بالروت يوزر من خلال الأمر sudo ثم فراغ ثم minus i، نلاحظ أنه بعد موجه الأوامر الخاص بالروت يوزر يظهر لنا هذا الشكل أو إشارة هاش، وهذا لتحذير المستخدم وتنبيهه من إدخال أي أمر قد يسبب تلف في النظام. سنقوم الآن بالخروج من الحساب الخاص بالروت يوزر من خلال الأمر exit، ونقوم بتنظيف الشاشة من خلال الأمر clear. سنتعرف الآن على بعض الأوامر الخاصة بنظام اللينكس، وبداية نبدأ بالأمر pwd، وهذا الأمر يعطينا المجلد أو المسار الحالي الذي يتواجد فيه المستخدم. كذلك هنالك الأمر الأس، والذي يقوم بعرض محتويات المجلد الحالي، ونستطيع وضع المجلد الذي نريد عرض محتوياته بعد الأمر الأس، فمثلا بكتابة الأس ثم فراغ ثم سلاش مثلا، فإننا نعرض محتويات جذر شجرة الملفات الخاص بنظام اللينكس. بكتابة الأمر مثلا الأس ثم فراغ ثم سلاش بن، نقوم بعرض الملفات الموجودة في المجلد سلاش بن. بكتابة الأمر الأس ثم وضع الخيار ماينس ال، فإنه يقوم بعرض المواصفات الخاصة بالملفات والمجلدات المختلفة، مثل اسم المالك واسم المجموعة، وكذلك الصلاحيات أو permissions الخاصة بالملف والمجلد. بكتابة الأمر الأس ثم وضع الخيار minus a، فإنه يقوم بعرض جميع الملفات بما في ذلك الملفات المخفية والتي تبدأ بنقطة كما نشاهد هنا. للانتقال بين المجلدات المختلفة نستخدم الأمر cd أو change directory، وبكتابة الأمر cd ثم الضغط على مفتاح enter ننتقل إلى مجلد المنزل أو المجلد الشخصي الخاص بالمستخدم. فمثلا إذا قمت بكتابة الأمر cd ثم فراغ ثم إشارة سلاش، فهذا يعني الانتقال إلى جذر شجرة الملفات، أو مثلا بكتابة الأمر cd ثم سلاش هوم، فهذا يعني الانتقال إلى المجلد سلاش هوم. هذه الإشارة في نظام اللينكس تعني مجلد المنزل، فمثلا لو قمنا بكتابة هذا الأمر وأردنا الانتقال إلى المجلد الشخصي أو مجلد المنزل الخاص بالمستخدم، نستطيع كتابة الأمر cd ثم فراغ ثم هذه الإشارة، فبذلك ننتقل إلى مجلد المنزل الخاص بالمستخدم. النقطتان في إشارة لينكس تعني المجلد الأب للمجلد الحالي، فمثلا إذا قمت بكتابة الأمر cd ثم فراغ ثم نقطتان،
فإنني أنتقل إلى المجلد الأب للمجلد الحالي وهو سلاش هوم. وبكتابة الأمر مرة أخرى ننتقل إلى جذر شجرة الملفات. النقطة في نظام اللينكس تعني المجلد الحالي، فبالطبع لو قمت بكتابة الأمر cd ثم فراغ ثم نقطة فهذا يعني البقاء في نفس المجلد، لكن مثلا أستطيع كتابة الأمر ls ثم فراغ ثم نقطة وهذا يعني إظهار محتويات المجلد الحالي. سأقوم الآن بالانتقال إلى مجلد المنزل، ثم بعد ذلك سأنتقل إلى المجلد ديسكتوب، وذلك بكتابة الأمر cd ثم فراغ ثم ديسكتوب. الأمر التالي هو الأمر mkdir، وهذا الأمر يستخدم لإنشاء مجلدات، فمثلا بكتابة الأمر mkdir ثم فراغ ثم اسم المجلد مثلا dir1 نقوم بإنشاء هذا المجلد. ولإزالة المجلد نستخدم الأمر rmdir، ويجب أن يكون المجلد فارغ لإزالته من خلال الأمر rmdir، فمثلا بكتابة الأمر rmdir ثم فراغ ثم اسم المجلد نقوم بإزالة المجلد. يجب أن نتذكر أن نظام اللينكس حساس إلى حالة الأحرف في حال كانت capital letter أو small letter، فمثلا إذا قمت بكتابة الأمر cd بهذا الشكل فلن يتم قبوله من قبل النظام، ولكن يجب كتابة الأمر في حالة الأحرف الخاصة به وهي هنا small letter كما نشاهد هنا. فمثلا لو قمت بكتابة الأمر cd ثم فراغ ثم اسم المجلد ديسكتوب وكان يبدأ بحرف small letter بدلا من capital letter فلن يقوم النظام بالانتقال للمجلد، لأن المجلد ديسكتوب الذي يبدأ بsmall letter يختلف عن المجلد ديسكتوب الذي يبدأ بcapital letter، لذلك يجب أن نكون حذرين إلى حالة الأحرف أثناء كتابة الأوامر. هناك الكثير من الأشياء التي تسهل كتابة الأوامر في نظام اللينكس، فمثلا من خلال الأسهم بالإمكان الرجوع إلى الأوامر السابقة التي تم كتابتها، كذلك من خلال الضغط على المفتاح تاب لمرة واحدة أو مرتان بالإمكان إكمال الأوامر أو أسماء الملفات والمجلدات المختلفة، فمثلا بكتابة الأحرف MK ثم الضغط على مفتاح تاب لمرتان تظهر جميع الأوامر التي تبدأ بالأحرف MK. لو قمت بكتابة الأمر CD ثم فراغ ثم كتابة الحرف D capital ثم بالضغط على مفتاح تاب لمرتان تظهر جميع المجلدات والملفات التي تبدأ بالحرف D capital ضمن المجلد الحالي. سأقوم بكتابة الحرف E بعد الحرف D capital. الآن بالضغط على مفتاح تاب لمرة واحدة يتم إكمال اسم المجلد تلقائيا، لأنه لا يوجد إلا مجلد واحد يبدأ بالحرف D capital ثم الحرف E وهو المجلد ديسكتوب. بالإمكان استخدام بعض الرموز الدلالية أو wild cards للتعامل مع الملفات التي قد تشترك في بعض الأحرف، فمثلا بالذهاب إلى المجلد slash bin لو قمنا بكتابة الأمر ls ثم فراغ والحرف L ثم بعد ذلك وضعنا مفتاح النجمة، فرمز النجمة هنا يعني أي شيء، أي جميع الملفات التي تبدأ بالحرف L. بالإمكان كتابة الأمر ls ثم فراغ ثم مثلا مفتاح النجمة والحرف E، فهذا يعني جميع الملفات التي تنتهي بالحرف E. لو قمنا بكتابة الأمر ls ثم فراغ ثم وضعنا الحرف L ووضعنا بعد ذلك علامة استفهام، فهذا يعني أن علامة الاستفهام قد تحل محل أي حرف، فهذا يعني طباعة الملفات المكونة من حرفين أول حرف بها هو الحرف L.
أو مثلا بكتابة الأمر الأس ثم ال وثلاثة علامات استفهام، فهذا يعني طباعة جميع الملفات المكونة من أربع خانات الحرف الأول منها هو الحرف ال. الأمر الأس ثم فراغ، ثم نضع إشارة قوس مربعة، ثم مثلا الحرف A و B، ثم نقوم بإغلاق إشارة القوس ونضع علامة النجمة. فهذا يعني جميع الملفات التي تبدأ بالحرف A أو B كما نشاهد هنا. مثلا هذا الأمر يقوم بطباعة جميع الملفات التي تنتهي بالحرف A أو B أو C. هذا الأمر مثلا يقوم بطباعة جميع الملفات التي تبدأ بالأحرف من A إلى D ومكونة من أربع خانات. الأمر مان يقوم بإظهار الخيارات المختلفة الخاصة بأمر معين، فمثلا لو قمنا بكتابة الأمر مان ثم بعد ذلك الأمر الأس فهذا يظهر الخيارات المختلفة الخاصة بالأمر الأس. وهنا نلاحظ الخيار مثلا A ويعني all، ويجب ملاحظة أنه بالإمكان كتابة الخيارات المختلفة الخاصة بالأوامر بطريقتين. الطريقة الأولى الطريقة المختصرة ويكون هناك علامة ناقص واحدة فقط، والطريقة الثانية هي الطريقة المطولة ويكون هناك علامتي ناقص. للخروج من الأمر مان نقوم بضغط المفتاح Q أي من الكلمة quit. مثلا لو قمنا بكتابة الأمر الأس ثم قمنا بعد ذلك بوضع الخيار minus A فهذا يعني طباعة جميع الملفات بما فيها الملفات المخفية، أو بإمكاننا كتابة الخيار بهذا الشكل بشكل مطول. أيضا بالإمكان كتابة الأمر ls minus l ثم minus A أي إظهار جميع الملفات بما في ذلك الملفات المخفية والخصائص الخاصة بالملفات. وبالإمكان كتابة الأمر السابق بطريقة أخرى وهي ls ثم فراغ ثم minus a و l أي وضع الخيارات المختصرة بعد إشارة ناقص واحدة فقط كما نشاهد هنا. عند كتابتنا لأمر معين مثل الأمر الظاهر على الشاشة بالإمكان استخدام المفتاح Ctrl مع الأسهم يمين ويسار للتنقل بين الكلمات المختلفة في الأمر، أو استخدام المفتاح Ctrl مع المفتاح A للانتقال إلى بداية الأمر، أو المفتاح Ctrl مع الحرف E للانتقال إلى نهاية الأمر. وبالإمكان حذف الكلمات الموجودة على يسار المؤشر من خلال المفتاح Ctrl والحرف U كما نشاهد هنا، أو حذف الأحرف الموجودة على يمين المؤشر من خلال المفتاح Ctrl والمفتاح K كما نشاهد هنا. بالإمكان البحث في الأوامر التي تم إدخالها مسبقا بالضغط على المفتاح Ctrl والمفتاح R ثم كتابة جزء من الأمر الذي تود البحث عنه مثلا الأس، ثم بالضغط على المفتاح Ctrl و R أكثر من مرة يتم البحث في جميع الأوامر التي تحتوي على الأحرف التي قمت بإدخالها. وبعد الوصول إلى الأمر الذي تريده بالإمكان استخدام الأسهم لإدخال هذا الأمر. ويجب ملاحظة أن نظام اللينكس يحتفظ بالأوامر التي قمت بإدخالها مسبقا ضمن ملف خاص، ولو قمنا بكتابة الأمر الأس ثم minus a داخل المجلد الشخصي الخاص بالمستخدم نلاحظ الملف dot bash underscore history، وهذا الملف يحتوي على الأوامر التي تم إدخالها بشكل مسبق. فمثلا لو قمنا بالذهاب إلى مجلد المنزل وقمنا بعرض محتويات هذا الملف
نجد أنها الأوامر التي قمنا بإدخالها مسبقا. وبالإمكان كتابة الأمر history لعرض هذه الأوامر. وهنا نصل إلى نهاية هذا الشرح، ونلقاكم في شرح قادم إن شاء الله.